في الفيديو السابق شرحنا ما الذي يجعل الهيدروجين أخضر ولماذا هو ضروري لمستقبل خال من الوقود الأحفوري. لإنتاج الهيدروجين الأخضر نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة المتجددة. تتمتع العديد من البلدان في الجنوب العالمي برياح قوية وشمس لاهبة، ما يسمح بإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة. كما صار الكثيرون الآن يبحثون عن طرق لتحقيق عائدات من تصدير مشتقات الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا. يتوقع بعض المحللين ولادة تجارة دولية جديدة وضخمة تختص في مشتقات الهيدروجين الأخضر، لكن مهما كان حجمها النهائي فالسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن لهذه التجارة الجديدة أن تكون عادلة ومستدامة؟ ناقشنا هذه المسألة مع المجتمع المدني والنقابيين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين في 7 بلدان لديها حالياً خطط كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر. وفيما يلي أهم ما استخلصناه: أولاً، اتباع مقاربة استراتيجية. تطوير الهيدروجين الأخضر يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية وانتقال الطاقة في البلد المعني بمشاركة هادفة من المجتمع المدني، ويمكن للبلدان المنتجة الاستفادة من الطلب الدولي على الهيدروجين الأخضر من أجل تمهيد الطريق لتحفيز الطاقات المتجددة لخدمة استخداماتها المحلية. هناك حاجة كذلك إلى وضع استراتيجية صناعية ذكية من أجل التقاط المزيد من القيمة المضافة وتأمين الفوائد الاقتصادية والطاقية للبلدان المنتجة. من المهم جداً أن لا يبطئ إنتاج الهيدروجين الأخضر عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في البلدان المنتجة للهيدروجين. ثانياً، احترام حقوق المجتمعات المحلية. لابد من احترام الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وتوفير الدعم القانوني اللازم، كما توجد حاجة ماسة إلى سياسات ومعايير ومقاييس واضحة تتضمن حقوق المجتمعات في الأرض والمياه. في المناطق الساحلية الجافة مثلاً يجب استخدام مياه البحر المحلات لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم توفير المياه العذبة لتلبية الاحتياجات اليومية للإنسان أيضاً. ثالثاً، تقليل الأثر البيئي. عند استخدام تحلية المياه يجب أن نضمن التخلص من المحلول الملحي بشكل مسؤول، وتعد التهيئة المكانية الجيدة بالنسبة لكافة المنشآت وتقييمات الأثر البيئي المستقلة والتشاركية أمراً أساسياً لتجنب النزاعات المتعلقة باستعمال الأراضي وتدهور النظم الإيكولوجية. كما من المهم تفادي أي تسرب للهيدروجين نظراً لأنه يعد أحد الغازات الدفيئة، وبالرغم من أن بصمته البيئية أفضل بكثير من الوقود الأحفوري، إلا أن استخدامه يجب أن يستهدف مجالات محددة لتفادي الإفراط في استعمال الموارد والمياه. لن يحدث أي من ذلك من تلقاء نفسه، لذا نحن بحاجة إلى شراكات موثوقة بين دول الشمال والجنوب تقوم على التعاون وتتقيد بمعايير صارمة حتى تكون تجارة مشتقات الهيدروجين الأخضر عادلة ومستدامة. كما يجب أن يطلع المجتمع المدني بمراقبة هذا القطاع ويساهم في تشكيله وتنميته في سبيل ضمان الفائدة للجميع. اقرأوا المزيد في ورقتنا التوليفية. انقروا هنا.